زيارتنا اليوم لمخيم السلامية، مخيم النازحين. هذا الملف المهم والذي ينتظر حقيقة قرار جاد وحازم من الحكومة الاتحادية بعودة أهل النازحين في هذه المخيمات. النازحين في هذه المخيمات يعانون ظروف صعبة جدا لمدة 3 سنوات. المدينة تحررت ومناطقهم في غرب نينوى أيضا محررة، تحتاج إلى خدمات. هناك عمل لتقديم الخدمات ولكن خجول هذا العمل. لكن المهم في كل هذا الملف حقيقة هو التفاتة الحكومة الاتحادية بإطلاق مبالغ أطلقتها اللجنة العليا لإغاثة النازحين أو وزارة الهجرة لعودة النازحين إلى مناطقهم. بالتالي اليوم الكل ينتظر هذه المبالغ لأجل العودة إلى مناطقهم وإعمار بيوتهم بهذه المبالغ البسيطة التي حقيقة هي خجولة قياسا بالضرر اللي أصابهم جراء عملية التحرير. مخيم السلامية الأول والثاني منقطع عنه الكهرباء منذ يومين في هذا الظرف الصعب والجو الحار والشديد. تواصلنا مع هذا المخيم في هذا اليوم، وإن شاء الله يوم غد يعاد تيار الكهرباء إلى هذه المخيمات. هناك تقصير أيضا من قبل وزارة الهجرة في تأخير وصول السلات الغذائية ومواد الإغاثة لهذا المخيم قياسا بالمخيمات الأخرى. نطالب حقيقة وزارة الهجرة بالإسراع بإيصال جميع المواد الإغاثية و سلات الغذائية لمخيمات السلامية وبقية المخيمات في محافظة نينوى. ونقول كلمة مهمة جدا لكل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، أنه يكفي وآن الأوان أن نقول لأهلنا عودوا إلى مناطقكم مكرمين معززين، وأن نقف معهم في هذه المحنة ونسدد لهم ما يحتاجون من مبالغ لكي يعمروا بيوتهم بأيديهم وتعمر هذه الديار إن شاء الله برجوع هذه الأهالي إلى هذه المناطق.